بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول السائل: شخص لم يكن يعلم أن أخذ برشام كدواء مفطر، لأنه كان قد قرأ فتوى أن الدواء ليس بمفطر طالما أنه ليس فيتامين. كان يأخذ نصف قرص بدون ماء علاج ضغط، هل هو آثم؟ أنا أراه مقصرا في طلب العلم، لا يوجد أحد من أهل العلم المعتبرين يفتي بذلك. أي فتوى هذه التي يقول قائلها أن أخذ الدواء بالفم لا يفطر طالما ليس فيتامين؟ عليه القضاء، لأنه يعني مفرط في طلب العلم. يقول: قرأت في تفسير قوله تعالى: فأنساه الشيطان ذكر ربه، أن سيدنا يوسف عليه السلام لما قال للساقي: اذكرني عند ربك، قيل له: قيل يا يوسف اتخذت من دوني وكيلا لأطيلن سجنك. السؤال على صحة هذا المعنى، هل يكون سؤال المخلوقين المساعدة على مثل هذه الأمور التي قد تكون متعلقة بالرزق أو تفريج الكروبات، هل يكون من الأخذ بالأسباب المشروعة أم ينافي كمال التوكل والأكمل تركه والاجتهاد في الدعاء فقط؟ هل يعتبر من ذلك السؤال في قضاء الدين أو البحث عن الزوجة أو في طلب الذرية المتأخرة؟ الذي يدل عليه قوله عز وجل: فأنساه الشيطان ذكر ربه، سياق الآية أن المقصود بذلك ساقي الملك، وهو الأنسب بلا شك. فمن الذي هو أولى بأن يتسلط عليه الشيطان حتى ينسى ذكر الله؟ الخمار ساقي الخمر، أم يوسف الصديق الذي هو من أنبياء الله المعصومين؟ ثم الضمير يعود على المتكرر ذكره في الآية، فقال الذي ظن أنه ناجي منهما: اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه. أنسى الشيطان الساقي أقرب مذكور، الضمير العائد عليه أقرب مذكور، أنساه الشيطان ذكر ربه. فلبث أي يوسف في السجن بضع سنين، وهذا يعني كان دخول يوسف السجن كان استجابة لدعائه، وكان في الحقيقة رفعا لمنزلته وإعلاء لقدره وتمهيدا لملكه. فكان ولود يوسف في السجن من الخير له وليس عقوبة له، والله أعلى وأعلم، بل هذا من فضائله العظيمة، حيث قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، ليكون أسوة حسنة لكل من دعي إلى فاحشة وهدد بعقوبة. فهو يتحمل هذه العقوبة حبا لله عز وجل وإيثارا لأمره وتعظيما لشرعه، وليس أنه يعاقب على أمر معين. كان يوسف عليه السلام في دخوله السجن مرفوع القدر مثابا غاية الثواب، وليس أن الشيطان تمكن من إنسائه. والأخذ بالأسباب مشروع، ولذلك أن يسعى في تفريج كربة نفسه ليس هذا أمرا مستنكرا، ورفع السعي في رفع الظلم بوسيلة مشروعة ليس من سؤال المخلوقين المذمومين، طالما تعلق القلب بالله سبحانه وتعالى.
وبعضهم وقع في بئر بعض من يرى عدم الأخذ بالأسباب، فهم أن يطلب النجدة لما وقع في البئر ولم يجد أحدا، فتذكر أنه ينبغي أن لا يسأل إلا الله، هكذا قالوا، فلم يسأل، فدل أحد الدلو إلى البئر فأمسك به فصعد فنجا. يجعلونه مثالا على أن من توكل على الله يعني جعل الله له مخرجا، مع أنه في الحقيقة أيضا قد أخذ بالأسباب، إنما أمسك بالإيه؟ بالحبل، بالدلو. فمسألة أن الأخذ بالأسباب منافي للتوكل هذا كلام ليس بصحيح. فلذلك نقول لم يذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه أي مذمة ليوسف في سؤاله للساقي اذكرني عند ربك. وكما ذكرنا أن الضمير في فأنساه الشيطان ذكر ربه، ويعود على ساقي الملك لأنه أقرب مذكور. والدليل أيضا قوله عز وجل وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، أي وتذكر بعد أمة، إذا تذكر كان هو الذي نسي، فكان دليلا على أنه ساقي الملك الذي نسي. فما ذكرت من أخذ الأسباب في المساعدة على تفريج الكروبات هذا لا ينافي كمال التوكل، وإنما يذم سؤال المخلوقين مع عدم الحاجة إلى ذلك لدناءة النفس. أخ كان مؤجل من الجيش مدة سنتين ثم انتهى تأجيله، ولو ذهب إلى التجنيد سوف يدخل الجيش الآن، يريد أن يزور أوراق حتى يتهرب من التجنيد، لا أرى له أن يزور أوراقا. وهذا يعني التزوير يضره أظنه في دينه ودنياه. ما حدث من اعتداء الجيش الإسرائيلي على الحدود المصرية وقتل عدد من الجنود المصريين، هل تتوقع قيام حرب قريبة؟ أنا لا أتوقع ذلك، ولا شك أن يعني مصلحة بلادنا في يعني أن تهيأ داخليا وأن يتقوى جيشها قبل أن يعني تقع أي حرب من هذه النوعية، لكن لو حدث اعتداء لا بد من رده، وهم الذين صعدوا الأمر وما أظنهم يفعلون، فلا بد أن يدافع أهل البلاد عن بلدهم، والله المستعان. هل السكوت صفة من صفات الله عز وجل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها. الله عز وجل لم يزل متكلما إذا شاء ويسكت إذا شاء. السكوت ليس
العجز عن الكلام، السكوت هو ترك الكلام للمشيئة. صفة كمال الكلام صفة كمال إذا كان بالمشيئة. تخيل لو في إنسان بيتكلم غصب عنه يبقى نقص ولا كمال؟ كماله أن يتكلم بمشيئته. الله أولى بكل كمال ثبت لمخلوق، فالله عز وجل يتكلم بمشيئته، وليس أن كلامه صفة ذاتية كحياته إلا من جهة النوع. نعم، صفة الكلام صفة ذات من جهة النوع، وصفة فعل من جهة أفراد الكلام، فهو يتكلم بما شاء إذا شاء. يقول: عندما أصلي تطلب زوجته أن يتصل بها تليفونيا حتى تستمع للقراءة وتقوم بالصلاة وراء الشيخ من خلال التليفون. لا يجوز ذلك، لا يجوز هذا، لأنه لا بد أن تكون إما في المسجد أو في مكان يصل إليها صوت الإمام أو بلاغ بعض المأمومين أو ترى صفوف المأمومين، لكن لا صوت ولا صورة. كنا صلينا وهو في الحرم، الحرم يأتينا بالأولى بقى وشايفين بالتلفزيون، لكن هذا مع التباعد الشديد عرفا لا يمكن أن يتم أن تتم الصلاة بهذه الطريقة عند عامة أهل العلم. أحداث ليبيا نسأل الله عز وجل أن يتمم عليهم النعمة بزوال بقايا النظام الإجرامي السابق للقذافي، وأن يعيذهم من الافتراق والاختلاف، وأن يوفقهم للاجتماع على شرع الله سبحانه وتعالى. وعلى أي الأحوال، المجلس الانتقالي فيه فيما نعلم يعني بعض الناس الصالحين، لكن التوجهات العامة ليست يعني واضحة إلى الآن، لأن هناك يعني قوى مؤثرة كثيرة على الساحة، نسأل الله أن يسددهم، لكن هم في الجملة محافظون على الصلاة والصيام ومتدينون في الجملة. يقول: منذ 5 سنوات كان قد أفطر في نهار رمضان بالاستمناء يوما أو يومين، ماذا أفعل الآن؟ يقضي عن كل يوم أفطره ثم عليه الكفارة صيام 2 شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا، كل مسكين 700 جرام من الأرز، مد من الطعام مع التوبة إلى الله عز وجل، حيث لا يوجد عتق رقبة. يقول: ما الفارق بين السلفية والسلفية الجهادية وجماعة الجهاد؟ وما الرد على من يقول ان الاستفتاء الدستوري 19 مارس كان استفتاء على دستور يحتوي على مواد كفرية، وكذلك الدخول في البرلمان يعد دخول في مجلس كفري، وأن القسم على الدستور حين الدخول للبرلمان يعد قسما على احترام مواد كفرية؟ أهو ده الفرق بين السلفيين وبين من يسمون أنفسهم جماعة الجهاد، أعني أن هناك جرأة على التكفير في غير موضعه وبغير ضوابط لدى الكثير منهم، ترتب عليه جرأة على أمر الدماء في كثير من المواقف المختلفة، إيثار القيام بعمليات فردية لا تؤثر في حقيقة الأمر إلا إذعار الكفار
والمنافقين والظلمة على المسلمين لا يرى، لا كثير من المواقف لا يراعى فيها ضبط مسائل العهود والأمان، مثل ما تبني أحداث 11 سبتمبر. أنا بقول تبني لأني ما زلت على شك في أن يكون تنظيم القاعدة هو الذي قام بها، إنما هو تبناها وأعلن مسؤوليته عنها، ربما يكون استغلالا للجو الإعلامي، وإني على شك في ذلك. لكن التبرير الذي يعني برروا به ذلك يخالف الواقع ويخالف الشرع. مسألة تفجيرات منذ التسعينات، الثمانينات والتسعينات، أحداث تفجيرات في الطرقات، في طرقات المسلمين، لمجرد قتل كافر أو منافق أو ظالم لا يعبأ بمن حوله من المسلمين، وأعمال الاغتيال التي لا يترتب عليها إلا المفاسد على المسلمين، سواء كان أحداث لندن، أحداث كما ذكرت سبتمبر، السفارة الكينية، سفارة كينيا، السفارة في إسلام أباد، مجرد أعمال الغرض منها إثبات وجود إعلامي. كما ذكرت مسائل التكفير غير منضبطة، تكفير كل أعضاء الجيش والشرطة في كل بلاد الإسلامية، تكفير أعضاء المجالس النيابية بالجملة بالعموم، وهذه أمور مسجلة للأسف الشديد في أدبياتهم. هذا الكلام كلام فاسد. الذي حدث في الاستفتاء الدستوري قلنا نعم، لأن وجود المادة الثانية من أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، والمصدر الرئيسي معناه أنه لا يجوز أن يخالفه غيره. نريد هو في الحقيقة في قاضي على جميع المواد المجملة التي تحتمل أن تفسر بطريقة موافقة للشرع أو مخالفة للشرع. يعني المواطنة مثلا، ما هي المواطنة؟ يمكن أن يكون معنى موافقا للشرع، إنهم سكان في الوطن الذي نعيش فيه ويشتركون معنا، طريقة المعاملة معهم يمكن أن مواطنين يعاملون بالشرع. في تفسير آخر أنه لا فرق إطلاقا في أي معاملة وفي أي وظائف وفي أي يعني ولايات بين المسلم والكافر. نقول هذا تفسير مخالف للشرع. الوحدة الوطنية كلام يمكن أن يحمل على معنى حسن، ويمكن أن يحمل على معنى إيه؟ قبيح وسيء ومخالف الشرع وكفر أيضا. ولكن وجود المادة الثانية إذا طبقت، هي المشكلة أنها كانت لا تطبق وما زالت لا تطبق، وهناك محاولات لجعلها مادة ديكورية، فإحنا بنحاول بنضغط علشان تكون مادة حقيقية. ولذلك بنقول هذا الأمر خيره أكثر من شره، تفسيره على تفسير الدستور على ما يكون كفرا نحن لا نرضى به. ومسألة أن الناس التعديل كان بيقول على حاجات معينة، إيه الكفر في التعديلات التي وقع الاستفتاء عليها؟ هذا جرأة على التكفير بلا شك، ومنكر من المنكرات أن يكفر المسلمين بكل هذه البساطة وهو جالس في بيته مع جهله وعدم علمه لا بالواقع ولا بالشرع. فمثل هذا الأمر لابد أن يعرف أنه خطر كبير، جرأة على التكفير في كثير جدا من المواطن. الدستور كان التعديل الدستوري بيعد المواد في طرق انتخاب رئيس الدولة وفي تكوين المجالس النيابية وفي طريقة كتابة الدستور. ما الكفر في هذا؟ يقول الديمقراطية انها تنتخب، الديمقراطية اذا قيدت بالشريعة ازيل عنها الجزء الكفري الذي فيها، يبقى في أجزاء مخالفة للشرع فعلا
لكن لا تصل إلى الكفر. لو أنك قلت النساء يشتركن في اختيار رئيس الدولة، نعم نقل الجويني الإجماع على أن النساء لسن من أهل الحل والعقد، النساء يدخلن مجلس الشعب ليس أيضا لسن من أهل الحل والعقد، ولكن هذا لا يصل إلى الكفر. أن المرأة تكون موجودة في عضو مجلس الشعب لا يصل إلى الكفر. هذا شجرة الدر كانت أميرة لمصر وسلطانة على مصر، كفروا مصر وأهلها في ذلك الوقت، كانت هي ولية الأمر وعلنت ملكة على مصر، ولكن هل كفر أهل مصر بذلك أم خالفوا الشرع؟ مخالفة قطعا محرمة وباطل، ولن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. ولكن مسائل التكفير تختلف، ليس هذا كفر باقنا على الملة. وبالتالي مثل هذا الزعم، أخبرني ما هي المواد الكفرية الصريحة التي تضمنها الاستفتاء الذي حث الإخوة في الدعوة الناس على الموافقة عليه. وقلنا أن هناك بعض المخالفات، لكن في الجملة الإيجابيات أكثر من السلبيات. فحقيقة هناك تجاوزات ممن ينسب نفسه إلى الجهاد في أمر مسائل الإيمان فيما يتعلق بمسائل التكفير، كما ذكرنا تكفير عموم كل من ينتمي إلى الشرطة والجيش، أو التكفير بالعموم لأعضاء المجلس الإمامي، يقول مجلس الشعب المصري مجلس كفري. نقول المجلس منزوع صلاحية أن يسن ما يخالف الشريعة بعد تفسير المحكمة الدستورية العليا للمادة الثانية، من أنه لا يجوز للمشرع اللي هو المجلس التشريعي يعني أن يسن ما يخالف الشريعة الإسلامية. فهذا الكلام كلام واضح في أنه ليس من حقه أن يسن خلاف الشريعة. لما بنقول الناس بنقول لهمش أصلا إن إحنا استفتوا على الشريعة، ولو ما وفقتوش عليها مش مهم هنلتزم بكلامكم، ما قلنا ذلك ولا عرضنا هذا على الاستفتاء على سبيل الرضا بما يأتي به نتيجة الاستفتاء، وأننا سنقبل ما مخالفة الناس للشريعة، لكننا على يقين من أن أهل مصر مسلمين مسلمون، وأنهم لن يختاروا خلاف الشريعة. ماذا في هذا من المنكر؟ عندما عرض مصعب بن عمير رضي الله عنه القرآن على رؤوس الأوس والخزرج يقول أعرض عليك فإن قبلت فذاك، وإلا مرع عنك الذي تكره. لما يكون في مقام الدعوة إلى الله نفعل ذلك، يبقى احنا كده وافقنا على عرض الشريعة على الآراء، حتى إذا قبل الناس إلغاءها قلنا سمعا وطاعة لكم، قلنا لا نقبل ذلك ولكن سندعو إلى الله ونحن على يقين أن ذلك لن يقع. لكن لو وقع لقلنا للناس من رفض شرع الله عز وجل لا يكون مسلما لا يكون مؤمنا، ندعوه إلى الله عز وجل. لكن نحن نقول للناس ألا تريدون شرع الله؟ السؤال بتاعنا ده كفر، أعوذ بالله، جهل عظيم جدا. لما نقول للناس ألستم تريدون شرع الله؟ يقولوا نعم نريد شرع، بلى نريد شرع الله. فبيقولوا بلى نريد شرع الله، قلت ده عند خطأ لغوي. يبقى احنا كده بنقول للناس احنا موافقين على انك تختار خلاف الشريعة، شيء عجيب والله. فمثل هذا هذه الجرأة، مثل هذه الجرأة على التكفير، وكما ذكرت على مسائل الدماء، وقعت عبر التاريخ عبر أحداث في أثناء فترة الثمانينات والتسعينات، ثم تفجيرات متعددة في أماكن مختلفة داخل وخارج البلاد لا تراعي أن يكون الأمر على الكفار غير المستأمنين ولا المعاهدين، لكن ده كانت في طرقات المسلمين وأسواق المسلمين وشوارع المسلمين. وكما ذكرت مقصود أحيانا بها كفار دخلوا بلاد المسلمين بأمان، وأحيانا أن يكونوا هم دخلوا بلاد الكفر بأمان، دخلوا
ليس بقوة السلاح ولا تلصصا ولا خفية، بل دخلوا بجوازات سفر وتأشيرات رسمية يسألونهم قبل التوقيع عليها 50 سؤال حول الانتماء لمنظمات إرهابية، ويأخذ عليه تعهد مكتوب بأن يلتزم بقوانين البلد وعدم الاعتداء عليهم وبيمضي عليها، وبعد كده ده في الابليكيشن بتاع التأشيرة، وبعد كده يروح يعمل عمليات او يتبنى من يعملها. نعمل ايه طيب؟ يبقى احنا نقول ده امال ايه الامان اذا انت كده بدت لهمش امان بهذه الطريقة؟ اذا انت بتوقع على كل الكلام ده في طلب التأشيرة وبيدوك التأشيرة بناء على ذلك، وبتخش بجواز سفر عليه تأشيرة بناء على ذلك، وتقول بعد كده ان هذا ليس عقد امان بيني وبينهم، هنعمل له ايه؟ ماذا نقول لمثل هذا؟ وما زال للأسف زي مع انه فعلا في شك ان يكون هو اللي عمل، ان هو اللي خطط، ده احتمال كبير جدا تكون مخابرات او جماعات متطرفة هي اللي عملت احداث سبتمبر وامثالها. يبقى ولكن انت تبنيتها، طب ليه ماذا تؤصل لهذه المخالفة الشرعية؟ السلفية الجهادية تركت كثيرا من اخطاء جماعة الجهاد، لكن ما زال عندهم في مسائل يعني الايمان ايضا بعض المنازعة والمناقشة. ليس كل الاتجاهات المسماة بالجهادية اتجهت الى المشاركة السياسية، بعض هؤلاء وهو من مدة بعض هؤلاء ترك فكره القديم وبدأ في المشاركة السياسية، ولكن ما زال هناك من يسير على الطريق القديم، لكن في افراد منهم فعلا تغيروا وبدأوا في المشاركة السياسية، ولكن ايضا اكثرهم ليسوا ذوي منهج سلفي في قضايا الاعتقاد. انا في الحقيقة علمي بكلمة السلفية الجهادية انه اصطلاح مصنوع من قبل الامن في الاصل، تقسيمه دي كانت تقسيمة معمولة عشان يقدروا يضربوا بها السلفية يلزقوها في الجهاد، واعتقد ان هذا اصلا تبناه البعض بعد ان اخترع المصطلح، فقالوا طب حلو ناخدها بقى ونبقى احنا السلفية الجهادية عشان نقبل في صفوفنا كثير من السلفيين، عشان السلفيين يقولنا فهمت. والا في الحقيقة هو في بعض الأدبيات لمن يتسمون بذلك فيها بعض الضوابط في العمليات التي يقومون بها وحاولت وضع ضوابط، ولكن مسائل العذر بالجهل مثلا والتأويل ما زالت تحتاج لمراجعات. فأنا اسم السلفية الجهادية ده والسلفية العلمية والسلفية الحكومية كل دي تقسيمات أمنية الأمن اللي اخترعها وقسموا الناس عليها وسكنوه فيها، وعلشان لما يزعلوا من واحد ينقلوه من السكن ده للسكن ده. ماذا يحدث لو انقطع التيار الكهربائي عن هذا المسجد إلى الأدوار العلوية والسفلية ثم بعد ذلك رجع أثناء الصلاة؟ إذا انقطع وأمكن التمليل من خلال مبلغ فذاك، وإلا أكمل كل منهم منفردا، وإذا عاد التيار الكهربائي وعاد صوت الإمام تابعه المأموم طالما لم يكن قد انتهى من صلاته والركعات التي صلاها صحيحة، ينتظر على حاله حتى يصل الإمام إلى الحال التي هو فيها ويستمر في المتابعة. زي بالظبط لو انقطع في المسجد الحرام الادوار العليا ايضا هتعمل ايه في الادوار العليا في المسجد الحرام؟ السطح.
دكتور صيدلي، هل يجوز أن يعطي اسمه لطالب يحصل على ترخيص صيدلية مقابل مبلغ مالي كل شهر؟ لا يجوز ذلك، هذه ليست أجرة، لأن الاسم لا يؤجر، لابد من منفعة تقوم بها وليس مجرد استغلال وضع إداري معين يلزم بوجود صيدلي حتى تفتح صيدلية. ها؟ يعتبر كذب. أنا أقول لك ضع اسمك وأشرف على الصيدلية، لابد يكون اسمك موجود، يبقى أنت موجود وخذ أجرة على ذلك ولو وقت قليل، ما يلزمش أن أنت تقضي الوقت كله، لكن وجود اسمك يقتضي أن يكون لك إشراف، هنا تأخذ أجرة على عمل اللي هي المنفعة. يقول كنت أتقدم لوظيفة في شركة، طلبت بالمقابلة مع الدكتورة المسؤولة، خوفا من أن تكون المقابلة خلوة محرمة طلبت دخول إحدى السكرتيرات أثناء المقابلة. نعم هذا حسن منك مع غض بصرك إذا لم تكن محجبة، لكن وجود سكرتيرة مع الدكتورة يمنع أن تكون خلوة. هل يجوز سفر المرأة بدون محرم لو في ضرورة؟ لا، في الضرورة نعم. ما هي الضرورة؟ مهلكة في بلد كفار مثلا، تهاجر إلى بلاد الإسلام، توجد في مكان لو بقيت فيه عصت الله عز وجل ولا مخرج لها إلا السفر، فهذه الضرورة، وليس الضرورة أنها جوزها مستكتر ثمن التذكرة رايح جاي عايز يوفر فيبعت لها يستناها في المطار، لا هذه ليست ضرورة. الكلية فين الضرورة فيها؟ هي لو واحد ما خدتش شهادة هتموت؟ هيضيع عرضها؟ هيضيع دينها؟ الضرورات الخمس هتروح لو واحد ما خدتش شهادة؟ بقى معظم نساء المسلمين بغير شهادات جامعية، الأخت في الجامعة تبقى مضطرة لو أبوها بيضربها أو أهلها بيضربوها لو ما راحتش، في بديل أيوة تقعد في المدينة الجامعية أو في سكن طالبات مع بعضهم مع بعضهم، يسافروا بيها أول الدراسة ويرجعوا بيها آخر الدراسة بمحرم، ولو كل شهرين برة حد يروح يجيبها وحد يروح يوديها. نعم ايه حرمها يوصلوها، يبقى الموضوع انتهى، يبقى لا بأس بذلك. اي محرم من المحارم يجزئ في ذلك. عيادة المريض ليست من الضرورات، من المحتمل المبيت خارج البيت يوم أو يومين، لا مانع أن تبيت في مكان آمن خارج البيت، والعبرة بالسفر والانتقال، يسافر بها محرمها ويتركها في البلد الذي تقيم فيه لا حرج في ذلك. كون المرأة تخلع، أيوة امرأة خلع ثيابها في غير بيت زوجها لعنتها الملائكة أو الأحاديث الواردة في ذلك هي في الحمامات العامة في كشف العورات، وليس الأحاديث الواردة في كون المرأة من تنهى أن تخلع ثيابها في غير بيت زوجها، المقصود بها أن تخلع ثيابها في أماكن عامة، حمامات عامة
تكشف فيها عورتها على رجال أو نساء، وليس أنها إذا خلعت ثيابها في مكان مستور عن الأعين رجال ونساء أنها تنهى عن ذلك. وإلا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس: اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده، تضعين ثيابك عنده. وهذا ليس بيت زوجها، بل كانت في عدة. فهذا يدلنا على أن الأحاديث الواردة في نهي المرأة أن تضع ثيابها في غير بيت زوجها هو إذا كانت تكشف عورتها كالحمامات العامة التي كانت موجودة في ذلك الزمان. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام. هذه الأحاديث كما ذكرنا هي التي توضح المعنى المذكور من وضع الثياب. مسألة المرأة إذا جاوزت 50، هل يجوز أن تسافر بدون محرم؟ لا دليل على تحديد سن معين للمرأة، الحديث عام. أي قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. أو سفرا يستغرق ساعة واحدة بالطائرة، ولكنها مسافة سفر، مسيرة يوم، مسيرة يوم وليلة، ولو كان ساعة واحدة نص ساعة. دلوقتي من القاهرة لأسوان نص ساعة أو ساعة لربع، وهي مسافة سفر بإجماع العلماء. كيف تتدبر آيات خروج إبليس من الجنة؟ آيات تخوف من سوء الخاتمة، وتجعل الإنسان الذي على صلاح وعلى عبادة لله يخاف أن يكون مآله مآل إبليس. بعد عمر طويل في العبادة صار كواحد من الملائكة، بقى زي الملائكة من كتر العبادة، وعنده من المرض في قلبه في باطنه ما ابتلاه الله عز وجل به الكبر، حتى خرج وظهر وصار من الكافرين، وختمت له بخاتمة الشقاء الأبدية. وبعد القرب أبعد، بعد أن كان مقربا، بعد أن كان في الملأ الأعلى. يعني إحنا في الأرض ما وصلناش إن إحنا في الملأ الأعلى، ده إحنا بندعي ربنا عز وجل ربنا اجعلنا في الندي الأعلى في الدعاء: اللهم اخسأ شيطاني وثقل ميزاني وفك رهاني واجعلني في الندي الأعلى. يعني أنت بتطلب الرفيق الأعلى. إبليس كان في الرفيق الأعلى، إبليس كان في رفقة الملائكة، وبعدين ختمت له بهذه الخاتمة نعوذ بالله. هذا خطر عظيم جدا. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فمن الذي يطمئن؟ ومن الذي يأمن مكر الله بعد ذلك؟ لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ثم قبح الكبر والجهالة التي تحصل بسببه. يعني إبليس فظيع جدا في جهله، جاهل، يعني ده بيتكلم مع ربنا بحاجة بطريقة فظيعة جدا، مجرم، يعني شيطان فعلا. يعني ايه ده بيتكلم يقول: أرأيتك هذا الذي كرمت عليه؟ قال: لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. الكبر ده مرض فظيع جدا. الإباء أيضا رد الشرع، تعالي على الله عز وجل، الحقد، الحسد، الأمراض دي موجود كتير جدا منها في نفوسنا، بس ما وصلتش لحال إبليس، بس هي كانت موجودة عنده وبتتغذى لغاية ما طلعت.
فالإنسان يبقى خايف على نفسه من أن يكون عنده شيء من ذلك. وقبح حال إبليس يجعل الإنسان يعني كما ذكرت يخشى على نفسه منه ويعني يكره هذه الأمراض ويرى كيف أن هذه الأمراض تجعل صورة المخلوق أسوأ صورة وهو لا يدري، وهو يرى نفسه ذا فضل، وهو يرى نفسه خيرا من غيره، يعني زكى نفسه يرى لنفسه كمالات وهمية علشان اتخلق من النار. طب وإيه وأهملت كمالات الآخر سيدنا آدم سواه الله بيده، نفخ فيه من روحه، علمه أسماء كل شيء. الله عز وجل يحب آدم عليه السلام. طب لو كان عنده هو حب لربنا مش كان يحب اللي ربنا يحبه؟ لكن إبليس حالته فظيعة جدا. فنسأل الله أن يعافينا ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم.